اختتم في هيئة مستشفى ابن سينا العام بالمكلا المخيم الطبي لجراحة الأطفال والمسالك البولية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأجري المخيم على مدى 6 أيام 61 عملية جراحية بمشاركة أطباء واستشاريين سعوديين، إضافة إلى معاينة 74 حالة مع تقديم خدمات علاجية ورعاية طبية مجانية للأطفال من مختلف المناطق والمحافظات اليمنية. وخلال الاختتام طلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي من رئيس هيئة مستشفى ابن سينا دكتور خالد شيبان بن إسحاق ورئيس البعثة الطبية السعودية استشارية الأطفال الدكتور عبد الوهاب الحباب على الأنشطة والخدمات التي قدمها المخيم وإجرائه للعمليات الجراحية المعقدة ومنها عمليات التشوهات الخلقية، وأشار إلى أن المخيم قد أسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين قدموا بأطفالهم المرضى من مختلف المناطق.